انا مش هنخترع. اما بقالي انا احط في موسم جديد هيتحط مثلا، بقالي انا في بدايه الموسم بشوف الارتباطات اللي عندي، ارتباطات دوليه بتاع المنتخب، سواء ارتباطات التوقفات اللي هتحدث في المسابقه ايه، في ارتباطات رسميه ودي الجدول اللي الاتحاد الدولي عامله، وارتباطات وديه يبقى بيقف فيها النشاط المحلي، خلاص عرفناها. طب انا عندي ايه بطوله ثانيه؟ عندي بطولتين في افريقيا، يبقى انا بشوف التوقفات والبطولات دي معلنه، هشوف الوقت اللي بتوقف في دي وتوقف في دي، وعلى ضوء هذا الكلام بعمل جدول، وبقول الجدول ده ما فيش تحت اي ظرف تحت اي حكايه في تأجيلات. اللي بيحصل في اتحاد الكوره بقى اللي الناس بتقول ان ما هو خبرات او مش خبرات، لا، بيجي واحد يقول انا عايز اجل فيروح اجل. طب ما انت لما عملت كده بدايه، ما انت حتى على حساب مين؟ بترحل المشكلة انت على حساب مين؟ اعطى من لا يملك، يعني على حساب مين؟ خلاص في مسابقة اتعملت وبنحترم هذا الكلام، احنا ما بنعرفش نعمل ده ومش عارفين نعمل ده. هل الاصل في المشكلة لا، لان لو لجنة بقى، لو لجنة الاندية المحترفة، عشان ما يبقاش الحكاية كبيرة وتايهة، لان هم بيبحثوا الشؤون الحدوتة اللي في لجنة الاندية المحترفين، بتبحث ايه؟ النشاط المحلي بتاع الكلام ده كله والمسابقات الدولية والتوقفات. لا يملك احد من دول يقدر يعمل اي حاجة، لان هم كلهم خلاص 20 صوت 10 زي عدد الاندية المحترفة اللي موجودة، وانتهى الامر على هذا الكلام. انما لما يبقى انت بتحدد شأن بتاع كتلة صغيرة اللي هي المحترفة دي كلها، واللي في الآخر اتحاد الكرة بيحتمي في قراراته الخاطئة على أصوات بقى 500 نادي تانيين، خلاص اللي هو منظومة الانتخابات أصلاً في النهاية اللي الكل قال إنها محتاجة تتعدل. يبقى المسألة حتى طيب، هل حضرتك شايف أو بتطالب أو مع الأصوات اللي بتطالب بخروج الدوري المصري وإدارته وترتيباته من وصاية وولاية اتحاد الكرة؟ ده أصل ده هو ده الوضع، ده تنفيذاً لقرارات الاتحاد الدولي. وأنا إحنا مش بنألف على فكرة، يعني إحنا مش بنخترع. الانديه ليه احنا ليه الانديه ليه؟ لان في حقوق كتيره جدا، الحقوق ديت من صالح الانديه الصغيره. احنا عندنا النادي الصغير بيطلع السنه دي وهو طالع بيبقى هو اللي نازل المرشح رقم اول احد الهبوط، لانه ما عندوش امكانيات ماديه. انما هو انا لو انا عندي بقى لجنه الانديه المحترفه ديت، لان النادي اللي طالع كل اللي بيشترك ده ليه دخل، لان انا بوزع الدخول بتاعه البث وبتاعه الحقوق والكلام ده كلها، الانديه بيبقى لها نصيب فيها وفقا للبطولات اللي خدها وفقا لنظام معمول بيه في كل العالم. لما بنعمل الكلام ده كله وهي واضحه الحاله، الكلام ده كله حتى عملت ضمان للحقوق للانديه، النادي الصغير ضمنت حقوقه. طول ما هي تدار الانديه المحترفه باصوات الانديه غير المحترفه ممثله في اتحاد الكوره، فده وضع خاطئ مليون في الميه، وده مخالف للقانون مليون في الميه. ده الموضوع. كيف ترى مطالبات النادي الاهلي بمبدا المساواه واعطاء فرص عادله ومتكافئه لجميع المتنافسين في المسابقات المحليه والافريقيه، بالحرص على توقيتات موحده للمباريات في الاوقات الحاسمه من مسابقه الدوري؟ هو دلوقتي ما هو احنا لما بنيجي، ما هو دلوقتي الوضع ايه؟ ما هي زي ما بيقولوا في الضمنه، الدور قفلت، الضمن قفلت، الدور خلاص لازم اتقفلت. لما تيجي تحسبها بالورق والقلم، لان انا اديت لده بقى اجلت المتاجل، ما هو ده ما هي البدايه. الاهلي لما حصل تعارض بين مواعيد النادي الاهلي الافريقيه، حصل ليه تاجيلات، دفع هو الثمن في ايه؟ لعب كل 72 ساعه. لعب كل 72 ساعه. رحنا لما جه الموقف ما اتغيرت، حصل بقى تاجيلات في حته ثانيه. لما تيجي بقى تحسب الوقت، ما عادش وقت. طب هنجيب وقت منين؟ ليه؟ هجيب وقت منين ليه؟ لان خلاص انا عندي دلوقتي الدوري، عندي من اول الشهر عندي معسكر المنتخب. المدرب كان في فكره خيارات كثيره ان أنا ممكن النادي الاهلي يتمسك انه كله يلعب. طب انا اللي باقي قد ايه عشان ننهي البطوله، بطوله افريقيا؟ طب تعالى بقى نشوفها بالورقه والقلم، هتيجي ولا لا؟ مش هتيجي ليه؟ لان لو كان الماتشين اللي تاجلوا او ثلاث ماتشات اللي تم تاجيلهم في الفتره الاخرانيه دي ما كانوش اتاجلوا، كان ممكن في الفتره اللي فتره دي نلعب اللي باقي، اللي هم الماتشين اللي باقيين دولت اللي كانوا. انما دلوقتي اصبح في بعض الانديه عندها خمس انديه زي الزمالك عنده خمس ماتشات مؤجله، هل الوقت يسمح بده؟ المدير الفني بتاع المنتخب قال لك لا، انا مش هسمح للعيبه انها تطلع تلعب مع انديتها. تونس سمحوا بهذا الكلام انهم عشان ينهي المسابقه او يحاولوا ده، فبقت في النهارده مشكله تتعلق